عايز انتهز الفرصه دي واتقدم لاسره الرئيس الشهيد محمد مرسي بالتهنئه بمناسبه حلول العيد الاضحى المبارك للسيده الفاضله زوجته ولابنائه لاسامه ربنا يفك اسره ولاحمد وللشيماء ولعمر ولروح عبد الله رحمه الله عليه ربنا يتقبله وان شاء الله عيد سعيد عليهم. انا عارف ان الظروف صعبه ولكن ربنا يعيد عليهم وعلينا الايام بالخير واليمن والبركات. كل عام وانتم بخير يا آل مرسي، قدمتم لمصر كتير والشعب المصري مش هينسى اللي قدمتوه ولا الدماء الزكيه، دماء الرئيس مرسي ودماء عبد الله والوضع اللي فيه اسامه دلوقتي، محدش هينسى ده والتاريخ لن ينسى لكم هذه الافضال. تحيه ليكم وربنا يعيد عليكم ايام العيد ان شاء الله في الايام القادمه بالخير واليمن والبركه. خلونا نروح للعيد وعيد اضحى سعيد على حضراتكم وكل عام وانتم بخير واطيب الامنيات لوطننا ولامتنا وللعالم كله ان احنا ننعم بالسلام والامان والناس تبقى عايشه بطمانينه وبسعاده وبحريه وبعزه وبكرامه. يمكن امنيات كبيرة على الواقع أو بعيدة عن الواقع اللي احنا عايشين فيه، ولكن علشان كده هي أمنية والأمنية دايما بنسعى نحققها مش هتجيلنا لوحدها. النهاردة وقفة عرفات، شايفين المشهد في المشاعر المقدسة، بتكلم عن 10,000 حاج من كنعان، قبل كده بيوصل 3 مليون و4 مليون، ولكن في 10,000 عندهم الفرصة ان هم ينوبوا عن أمة كاملة. كتير ناس قلوبها بتشتاق للحج، كتير ناس قلوبها اشتاقت النهاردة وبكت من قلوبها لما شافت المشاعر المقدسة، وفي ناس قاعدة النهاردة بتفكر هتعمل ايه في الأضحية بكرة وهنصلي فين. طب السيسي منع الصلاة، طب الناس هتصلي الجالية والناس اللي موجودين في اسطنبول اللي هيروحوا يصلوا في آيا صوفيا ولا السلطان أحمد، والناس كانت عايزة تروح برضو تصلي في جامع الفتح ولا تصلي في الحسين ولا في الأزهر ولا بأحمد ابن طولون ولا، ولكن للأسف الناس بيتم التحكم فيهم بشكل صعب جدا، بعيد عن إرادتهم وبعيد عن اللي هم عايزينه. وعلشان السيء وعشان الوحش ما يبانش سوقه واللون الأسود ده ما يبانش، فيبدأوا يقولوا إيه، يسوقوا كل حد تاني. يعني أنت مش عايز الناس تصلي عندك في الأزهر فتقول إيه، ويعني ليه آيا صوفيا هنعمل مش عارف، يبدأ يشكك في الناس كلها ويبدأ يشكك في أي حاجة الناس بتحبها. البعض يقول لك أصل دي قرارات سياسية، يا سيدي خد قرارات سياسية والناس هتفرح برضه وهتسقف لك وهتقول إن أنت حلو وجميل، ولكنك مش قادر تاخد القرارات اللي أنت بتسميها سياسية، هي قرارات سيادية، قرارات بتعبر عن الإرادة والاستقلالية. وكتير من حكام أو المتحكمين في وطننا العربي لا عندهم سيادة ولا عندهم استقلالية ولا عندهم شخصيات، هم زي الإمارات كده زي ما وصفها خلوصي أكار وزير الدفاع التركي، هم حكام وظيفيين جايين هنا عشان يعملوا وظيفة، زي ما كانت الله يرحمها ماري منيب بتقول لعادل خيري أنت تشتغلي إيه؟ أنت تشتغلي إيه؟ هم جايبينه عشان يشغلوه، ما عندوش العزة والكرامة، ما عندوش النخوة، ما عندوش الدافع الوطني اللي يخليه ينهض بوطنه، لأن وطنه ما جابهوش أصلاً.